أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب استحباب الوضوء لكل صلاة وله يجمع بوضوء واحد بين الصلوات. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. بل درست إنسان بيقدز نويش نويش نيورو نويش عصر ومغرب وعشاء وشن نويش بيبكا تادز نويش نشي درستا باشتر وای بو همون نویج یک دزنویج بگریت او بالام درست است تا او کو دزنویج دنش چه چن نویج پیدا کی بی کو کو لم حدیث دا د فرمه یزیو احدن الوضوء ما لم يحدث يحدث یعنی او دزنویج ک گرتو ته بشد دکا یا خو هزار نویج پیدا کی تا دزنویج دنش چه درسته